السلام عليكم وأسعد الله أوقاتكم بكل خير، أحييكم وأدعوكم للتواصل معنا عبر حلقة جديدة من برنامج فضاءات. ضيفنا لهذه الحلقة الشاعر العربي من الأردن عدنان السعودي. موضوع حلقتنا لهذا الأسبوع الشاعر والمجتمع. قبل أن نبدأ حوارنا مع ضيفنا لهذه الحلقة، دعونا نتابع هذه الأخبار الثقافية. أهلا بكم. احتضنت مدينة كربلاء أول عرض مسرحي من نوعه عراقيا وعربيا. أدى أدواره 11 كفيفا يرتقون خشبة المسرح لأول مرة. العرض المسرحي حمل عنوان نحن هنا، طرح أبرز قضايا المكفوفين ومشاكلهم، وشهد على مدى 3 أيام متتالية احتفاء جماهيريا واسعا بمشاركة من 13 دولة عربية وأجنبية. اختتمت أعمال الدورة 4 من مهرجان القاهرة الأدبي، وتحت شعار الوطن من بعيد ركز المهرجان في فعالياته على تجارب الكتابة في زمن الأزمات والحروب من خلال عيون كتاب تركوا أوطانهم واستقروا خارجه. تستمر في عمان أعمال الدورة 23 لمعرض مسقط الدولي للكتاب، وتشهد نسخة هذا العام مشاركة 783 دار نشر من 28 دولة تقدم 500,000 عنوان في مختلف مجالات المعرفة، كما تشمل فعالية مسرحية وشعرية وورش عمل وحفلات توقيع إضافة إلى أنشطة الطفل. بتنظيم من جمعية الناشرين السعوديين انطلق في مدينة القصيم أول معرض دولي للكتاب في تاريخها، وتشهد الدورة الأولى مشاركة 100 من دور النشر. ولن يركز المعرض فقط على الكتاب الورقي، بل سيفتح مساراً آخر أمام الكتاب الرقمي وتقنيات النشر الرقمي. بدأت في الشارقة الدورة 3 من مهرجان دب الحصن للمسرح الثنائي الديودراما بمشاركة 5 عروض من الإمارات والمغرب ومصر وعمان والأردن، كما يستضيف عديد الأنشطة الفنية والثقافية المصاحبة، بالإضافة إلى الندوات النقدية والورش التدريبية. تنتهي الأربعاء المقبل 28 من شهر شباط الجاري مهلة استقبال المداخلات من الراغبين بالمشاركة في النسخة الثانية من الملتقى العربي للرواية العربية، التي ستنعقد في مدينة الجديدة المغربية يومي 19 و20 من شهر نيسان المقبل، حاملة شعار التجريب في الرواية العربية الواقع والآفاق. كما تنتهي الخميس المقبل 1 من شهر آذار مهلة استقبال الأعمال المقدمة لنيل جائزة العويس للإبداع، التي تنظمها ندوة الثقافة والعلوم في الإمارات، وتنقسم إلى 4 فئات: شخصية العام الثقافية والجائزة الثقافية الخاصة والمسابقات العامة ومسابقات الشباب تحت 30 عاما. أهلا بكم من جديد وحلقة جديدة من برنامج فضاءات. ضيفنا لهذه الحلقة الشاعر العربي من الأردن عدنان السعودي. موضوع حلقتنا لهذا اليوم الشاعر والمجتمع. مرحبا بك استاذ عدنان، ضيفا على فضاءات. حياكم الله. اهلا وسهلا. حياك الله، سعدنا بهذه الرؤيه. اسعدك الله. عاده عندما يكون الضيف شاعرا في برنامج فضاءات نسمع منه قصيده ثم نبحر في تفاصيل الحوار. بدي ان نسمع منك قصيده بدءا. يعني بدايه بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله، وأرجو أن أعبر يعني عن سعادتي بوجودي في هذه القناة العربية العراقية الرائدة، ومعك كمذيع عربي وإعلامي عربي متألق على الدوام. الله يبارك فيك. كل الشكر والتقدير لكم. حياك الله سيد عدنان. وأرجو أن أبدأ بهذه لك ذلك. نعم. القصيدة يعني على استعجال. نعم. لمناسبة هذا اللقاء، يعني كانت فجر هذا اليوم، وهي بعنوان عاش العراق. يعني كنا نحن الملهمين لهذه القصيدة. العفو طبعا. الله يخليك. أيا عراق وأنت الشعر والكلم، كل اللغات إذا ما جئت تنفطم، أنت العريق وقد علمت كوكبنا كنها الحروف، أيا مجدا لنا نغم. من ذا يحدث عن أبطال أمتنا، والأرض تروي
حكايات وتختتم، ويا فرات وكم حدثت من زمن، أنت الأصيل وأنت النخل والشمم. ودجلة الطود يحكي قصة بهرت كل الزعامات إذ تاهت بها القدم. أرض الرشيد وهل إلاك مؤتمل، والرشد أنت وأنت العز والكرم. بغداد مدرسة للعلم والشيم، يا قلعة عزفت ألحانها القيم. والنصر ديدنها حتى ولو خمدت نار العراق كما كانت ستلتئم. واقرأ لتاريخها قد علم الأمم كيف النهوض وما قد خطه القلم. يا بصرة النحو هذه الضاد شاهدة، والشط يشهد، والنهران والشيم. وكوفة الصرف مصروف لها الدؤل، يا أسود العين قد طابت بك العجم. هذا العراق وسيبويه قد مزجا لحن الخلود كمن أمواجه الهمم. والجوهري شموخ يعتلي شمما مثل العراق، وأقران لهم دسم. من عمق جنتنا أنهاره سكبت مجدا وعزا، ونخلا ظل يعتصم. هذا العراق عميق بحره لجج لا ينثني أبدا، والشاهد العلم. باب المعظم والمنصور يرقبها كالأرض تجري ونور الشمس يرتسم. بغداد نادت وكل الكون يسمعها، عز النفير وصوت العرب منقسم. وحسرتاه أيا بغداد قد وهنوا، مضيع أملا ما كان يلتجم. بغداد آه وآه ثم أواه، فالعرب قد سقطوا لم يغنهم ندم. لكنه الله من يقضي بأمتنا، قد شابها الضعف والتمزيق والألم. عاش العراق وعاش النخل والأمل، عاشت فلسطين إن اللحن ما رسموا. يحميك ربي أيا عراق أمتنا، يا منهلا عجزت عن وصفه الأمم. أحسنت أحسنت أحسنت. حضرتك بدأت العمل الوظيفي كمدرس، نعم. عملت في أكثر من مدرسة في مدارس المملكة الأردنية الهاشمية. من المواد التي درستها أو درستها عفوا هي مادة التربية الوطنية، نعم. هذا الموضوع مهم جدا، ويكاد طبعا تكاد أغلب الدول العربية تخصص هذه المادة في المدارس وفي الجامعات، نعم. وتعرف حضرتك في ظل هذه الـ يعني الانقسامات السياسية في الأمة والولاءات الخارجية، هذا الدرس مهم جدا. هل ترى أنك قمت بهذا الدور، درست هذه المادة، هل ترى أن هذه المادة الآن يعني أخذت حقها في التدريس، في أنها تحيي الانتماء الوطني عند العربي؟ حقيقة شكرا جدا جزيلا على هذا السؤال. ولقد تحدثت مرارا وتكرارا حول هذا الموضوع، نعم، في محطات التلفزة وعبر الإذاعات، ومنها الإذاعة الأردنية وإذاعة جامعة الطفيلة التقنية، نعم. وتحدثت مع بعض رؤساء الجامعات في هذا المجال. حقيقة ولا يخفى أن مادة التربية الوطنية من أهم المواد التي تعمل على صقل شخصية الطالب في بوتقة الوطن والأمة. هذه المادة يجب، وهي كذلك في جامعاتنا مادة إجبارية المتطلب،
ولكن المفروض أن لا يدرس هذه المادة إلا من يجيد تدريسها من حيث أن ثقافة الأمة تعتمد على لغتها بالدرجة الأولى، وتعتمد على انتماء الأمة إلى لغتها وثقافتها. ومن هنا فهذه دعوة إلى جامعاتنا وإلى أساتذنا الأجلة أن يولوا اللغة العربية الاهتمام الذي تستحق من خلال تدريس مادة التربية الوطنية بشكل خاص، ومن خلال تدريس مادة الثقافة الإسلامية، وسيرا أيضا على المواد الأخرى. إلا أن هذه المادة، مادة التربية الوطنية، التي من المفترض أن يكون ركنها الأساس هو الركن الثقافي، وركن الثقافة الأساس هو اللغة. نعم. أن اللغة زاوية حادة في مثلث السيادة لأي أمة من الأمم. لا يمكن أن تقوم الأمة، أي أمة من الأمم، إلا بلغتها وثقافتها. نعم. أنا ودي أن أتحدث عن هذا وانتمائها إلى مبدأها. هذا جانب، جانب الثقافة في مادة التربية الوطنية. يعني لا شك أن عندما يعني نسمع بهذا المصطلح تربية وطنية، الوطن، الانتماء، يعني يفترض أن نحيي كل ما هو يعني كل جوانب الثقافة التي يعني تعزز هذا الانتماء. القصيدة الوطنية مثلا، يعني لا شك أن درس اللغة العربية يتناول جانب الأدب بكل تفاصيله، من ضمنه الشعر، والقصائد الوطنية تدرس من خلال درس اللغة العربية. لماذا لا يتضمن درس التربية الوطنية الجانب الوطني من الشعر؟ أحسنت. نعم، هذا أيضا يعني الشعر العربي وهو ديوان العرب. نعم. وكان يعني العرب إنما يتبادلون الأحاديث من خلال هذه اللغة ومن خلال هذا الشعر، حتى في مخاطباتهم لمختلف الأمور إنما يكون ذلك بالشعر. ومن هنا كان هذا التحدي الإلهي لهذه الأمة العريقة، والأمة التي كانت خير أمة أخرجت للناس من خلال لغتها ومن خلال شعرها. فهذا التحدي لا يكون إلا لقوي، ولذلك كانت هذه الأمة أمة قوية بلغتها وشعرها. من هنا لابد من أن يكون للقصيدة الوطنية دورا بارزا في مادة التربية الوطنية، سواء كان ذلك في المدارس أو في الجامعات بصورة أقوى وأدق. لكن أنا لا أدري يعني ما الذي يعني أبعدنا عن نهجنا الأصيل، ما الذي أبعدنا يعني عن ثقافتنا وعن لغتنا. أنتم لماذا لم تدفعوا، أنتم المختصون في هذا المجال في هذا التدريس، لماذا لم تدفعوا باتجاه أن تخصص أو تضمن القصيدة الوطنية في هذا الدرس، لإحياء في أقل تقدير هذه الثقافة العربية المتجذرة في هذه الأمة؟ لا. يعني تعرف الروح العربية، النفس العربية، قريبة جدا إلى الشعر. أكثر الجوانب الثقافية، جوانب الأدب أو التراث الأدبي، القصيدة حاضرة دائما. نعم. في روح العربي، وربما يتعلق كثيرا في هذا الدرس من خلال هذا النمط أو المنهج من الدراسة. لماذا لم تدفعوا أنتم باتجاه اعتماد القصيدة كجزء من هذا الدرس، القصيدة يعني الوطنية؟ نعم. يعني حقيقة هو من واجب وكما ذكرت يعني من واجب وزارات التربية في العالم العربي، ومن واجب أيضا رؤساء الجامعات العربية الدفع. نعم. صوب هذا المجال وإعطاء اللغة بالدرجة الأولى، اللغة العربية،
إعطائها المكانة والأهمية التي تستحق، وإعطاء أيضا الشعر والقصيدة الوطنية في هذا المجال أيضا الدور الذي تستحق. الشعر وكما يعرف الجميع من أكثر الأمور المؤثرة والمعبرة عما يجول في نفوس السامعين والمشاهدين. فالقصيدة منذ أن كان الشعر كانت مؤثرة غزلا ووصفا ومدحا وحجاء، كانت القصيدة مؤثرة في كل هذه المجالات. كانت القصيدة سببا في السلم، وكانت سببا في بعض الحروب. نعم، قامت بعض الحروب بسبب قصيدة. نعم، شعرية. كانت نهايات بعض الشعراء بسبب بيت من الشعر. نعم، إذن هذا دلالة واضحة. وكان الشعر أيضا يرافق الحروب. نعم، يعني الحروب. نعم، الحروب. نعم، يرافق الحروب. كان جزء من الأسلحة التي. نعم، وكان يعني في الناحية الإعلامية والمعنوية. نعم، الدفع المعنوي للجيش. وهنا يعني بد أن نذكر عدد من الشعراء. طيب لماذا المؤسسات التربوية لا 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 يعني لا تهتم بهذا الجانب المعنوي؟ أنا لا أدري ما الذي يحدث لعالمنا العربي حقيقة. هذا الإهمال لا أدري إن كان مقصودا أو غير مقصود، إلا أنه موجود. يعني حتى في إعلامنا. هل حاولت أن حتى تستثمر في إذاعاتي؟ نعم، تستثمر وهو الشعر لديك من خلال تدريس هذه المادة. نعم. نعم، أنا كنت أدرس مادة الاجتماعيات والتربية الوطنية، وأدرس اللغة العربية والتربية الإسلامية، وأركز تركيزا تاما على اللغة، إذ أن المعارف آتية، إنما هذه الأساسيات التي تتعلق بالحرف وتتعلق بالقراءة والكتابة إنما تمثل الأساس لهذا الطالب الذي سيصبح في المستقبل هو من قادة هذه الأمة في المجالات المختلفة. وهنا لابد من، ونحن نتحدث عن القراءة والكتابة، من أن نذكر أن العراق العظيم هو الذي علم الإنسانية الحرف، وعلم الإنسانية القراءة والكتابة في أبجدياتها الأولى. ولذا فإن العراق يعني إن شاء الله سيبقى قويا، وسيعود قويا بأهله ورجالاته وعلمائه وشعرائه وثقافته. نعم، ودي أن أتوقف عن موضوع قلت أيضا درست اللغة العربية. حضرتك اختصاص بالأساس علوم اجتماعية جغرافيا. نعم، مادة جغرافيا. نعم، وأدرست التربية الوطنية. يعني كيف تدرس اللغة العربية؟ أنت لم تدرس لغة عربية. نعم، كيف تدرس اللغة العربية؟ أنا يعني من عشاق. نعم، محبي اللغة العربية، حتى أن كثيرا من أصدقائي وزملائي لسنوات طويلة. نعم، ولغاية الآن يتعاملون معي على أنني متخصص باللغة العربية، ويراجعني الكثير في مجالات الشعر واللغة. أنا أعشقها منذ الصغر، وكنا حتى ونحن طلبة مدارس نقيم الأمسيات الشعرية والمبارزات الشعرية. نعم، والخطابات، وكنا نقدم أيضا المسرحيات سواء باللغة الفصيحة أو باللهجة اللغة المحكية. لكن من واجب يعني أي متخصص أن يكون قويا باللغة، لكنني دائما أركز على ثلاثة متخصصين. هؤلاء جديرون بأن يكونوا على وعي تام باللغة، أساسياتها ونطقها وبلاغتها وفصاحتها، وهم متخصص اللغة العربية يجب أن يكون على دراية وقوة باللغة. نعم. ثاني، متخصص الشريعة الإسلامية يجب أن يكون على دراية وقوة باللغة. وثالثهم متخصص القانون يجب أن يكون قويا باللغة، وإلا يعني أضحى أي منهم. نعم، ضعيفا في مواقفه سواء في مجال القانون أو في مجال التدريس.
لذلك يعني حري بنا ونحن عرب. إذن حري بنا ونحن عرب أن نتقن لغتنا. نعم، نتقن لغتنا وأن يعني لا نتحدث أمام يعني بصورة خاصة أمام الإخوة الأغراب والأعاجم الذين يأتوننا من بلاد شتى لتعلم اللغة العربية. هذا موضوع مهم جدا سنتحدث فيه. بدي أن نسمع قصيدة ونسلط الضوء على هذا الموضوع. ماذا تريد أن تسمع؟ هل أنواع بالفور مثلا؟ نسمع طبعا. هي جراح الأمة. الأمة كلها جراح، نسأل الله سبحانه وتعالى أن تبرأ. نعم، آمين. بمناسبة الذكرى المئوية، كنت في أمسية في محافظة الزرقاء في نفس اليوم 5/11/2017، وكانت هذه القصيدة عن وعد بالفور المشؤوم. الوعد يا بالفور جاء ممهدا، والوعد يا وطني يلوح مجددا، والوعد مشؤوم تمادى واحتمى، وتأبط الأشرار كي يتأكدا، جرحا به غرسوا بمهد عليننا، وقلوبنا نزف بما قد أوعدا، قتل وتشريد وسفك دمائنا، ومعذبون يطالهم كف المدى، والمجلس الأعلى يدين ويقلق، والحرف منذهل بما قد أوردا، والعالم العربي يشجب منبرا، والشجب شاب يكاد أن يتصعدا، لكنهم أبناء جلدتنا، فما وهنوا وما لانوا على طول المدى، هذه فلسطين العروبة والحمى، مصر النبي فلا ولن تتبددا، وترابها يا ما تعطر بالدم، فالطهر منبتها أساس للهدى، وعلى مدى تاريخها قد أبهرت، والنهر جار والمسيح تعمدا، تشرين يروي للزمان حكاية بيقينه، عمر الزمان تمددا، 100 بعمر الشعب جد قصيرة، قنديلنا في البيت فاق الموعدا، لا تيأسوا لا تقنطوا، هي حكمة من ذي الجلال، وعهده أن يعبدا، ولغزة في صبرها وصمودها، طود عنيد شامخ كسر العدا، والنهر يجمعنا فلا فرق فلا، والأرض تحملنا إليه لنسجدا، فالمسجد الأقصى علامة عزة، وهوية الإسلام لن تتجددا، والشرق غرب والجبال جوامع، والقدس توأمها وعمان الندى، يا من وعدت القوم بالوطن المنى، الأرض ترفض في الظلام تقلدا، والأرض تصرخ في الوجوه وتزدري، من ذا يحاول في الوجود تعهدا، والقدس والإنسان لا ترضى الخنا، والسفرة العظمى تناجي المسجدا، والقدس تأبى أن تدنس أرضها، والليل لولا الحق يبقى سرمدا، وكذا فلسطين العتيدة ما كبت، فرجالها ونساؤها فوق الردى، إن كنت يا بلفور جبت الموعدا، من ذا الذي بالذل صان الموعدا، إن كنت يا بلفور جبت الموعدا، من ذا الذي بالذل صان الموعدا، بلفور وقع والبلافير استوت، قد كان ما كانت عليه تسودا، لكنه زمن الرداءة والرضا، فالخيل تسهل والركوب تجمدا، قسما برب القدس والمصرى له، بطهارة الوجدان نسحق من عدا. بوركت نكمل بعد الفاصل سعادة معذرة.
فاصل قصير ثم نعود، فابقوا معنا. أهلا بكم من جديد وحلقة جديدة من برنامج فضاءات. ضيفنا لهذه الحلقة الشاعر العربي من الأردن عدنان السعودي. موضوع حلقتنا لهذا الأسبوع الشاعر والمجتمع. أودريك سيد عدنان، كنت أتحدث أو تحدثت قبل أن تقرأ القصيدة على موضوع حقيقة مؤلم، هو موضوع أنه كيف يتحدث المحاضر مع الطلبة الأجانب الذين يأتون إلى بلدان عربية ليتعلموا اللغة العربية في منهلها الأصلي، في منهلها الأساس. حقيقة يصدمون عندما يجدون أن المحاضر في المحاضرة المدرس الأستاذ المعلم يتحدث باللهجة المحكية، يقعون في إشكال أيضا لأنه لا يفهم ماذا يقول، يعني يسمع كلمات لا يفهمها لأنه هو درس اللغة العربية من منهلها الأساس، اللغة العربية الفصيحة. طيب، ألا يفترض بالمؤسسات التعليمية أن تولي هذا الجانب أهمية كبيرة، بحيث أنه من يقوم بهذه المهمة عليه أن يكون مدركا بكل تفاصيل العربية، وعليه أن يعرف ماذا يعني عندما يتحدث باللهجة المحكية مع هؤلاء، يعني مدى السوء الذي يعني يرتكبه أو الخطأ الذي يرتكبه اتجاه لغته وأمته وتراثه عندما يتحدث مع الطلبة الأجانب المعنيين بدراسة العربية باللهجة المحكية. يعني حقيقة هذا الأمر من الأمور المؤرقة، والأصل فيه أن يكون يعني من بديهيات التعامل مع الطلبة الأجانب. نعم. الذين يأتون إلى دورنا العربية وإلى جامعاتنا العربية وإلى معاهدنا العربية ليستقوا اللغة العربية من منابعها ومن مصادرها الأصيلة في الأساس. لكن لا أدري أنا ما الذي يحدث لنا، يعني من خلال مناهجنا ربما، ومناهجنا تركز على اللغة العربية من حيث عدد الحصص. نعم. لكن اللغة العربية أوسع من أن تؤطر في مادة اللغة العربية. نحن ندرس كل المواد. نعم. باللغة العربية، وبالتالي المطلوب من كل الاختصاصات أن يهتموا باللغة العربية وأن يدرسوها جيدا. وأنا يعني من خلال عملي يعني السابق كمدير ثقافة، ومن خلال اهتماماتي ونشاطاتي الثقافية، نعم، دائما يعني وعندما ألتقي مع كل الناس، خطباء المساجد ويعني أساتذة الجامعات الذين نجلهم ونحترمهم، نتحدث حول هذا الموضوع يعني وأهمية اللغة العربية، وأنه لن تقوم قائمة لأي أمة من الأمم إلا بلغتها. حضرتك عملت فترة طويلة مديرا للثقافة في المملكة الأردنية الهاشمية. هناك يعني مدير لثقافة بعض محافظات، محافظة الطفيلة جنوب الأردن، وكنت يعني مسؤول عن نشاطات ثقافية في هذه المحافظات أو في هذه الدوائر. هناك شكوى أو لوم دائما نسمعه من المحيط الثقافي، من المحيط الأدبي، يقول أن هذه المؤسسات لا تقوم بدورها الصحيح في دعم المثقف أو دعم الأديب. نسمع منك الرد، ماذا تقول إزاء هذا اللوم أو الشكوى؟ نعم، أنا أقول أن هذا اللوم مقبول، وهنالك قصور حقيقة في حق الكثير من المجالات الثقافية والمجالات الفنية التي هي أيضا من ضمن الثقافة. هنالك عدد من العمالقة في مجال الشعر، في مجال القصة والرواية، في مجال الفن التشكيلي، في مجال الدراما والمسرح، يعانون الأمرين وهم
أصحاب باع طويل في هذه المجالات لسنين عديدة. كثير منهم أمضى عمره كاملا في هذه المجالات دونما أبسط الاهتمامات، للأسف نقول هذا بكل أسف. يعني هنالك أيضا لا أريد أن أقول إهمال، وإنما يعني هنالك عدم إعطاء أصحاب الحقوق حقوقهم في الرعاية وفي الدعم المعنوي والدعم المادي. لابد من دعم هؤلاء المثقفين، لابد من احتواء هؤلاء المثقفين، لابد من أن يكون هنالك علاقات تبادلية ثقافية بين أبناء المجتمع العربي والدول العربية، تبادل في مجال الشعر، تبادل في مجال القصة والنثر والرواية، وفي مجال الفنون المسرحية والدرامية والفنون التشكيلية، في كل هذه المجالات يعني هنالك تبادل لكنه قليل وبسيط جدا. نحن نأمل أن يرقى هذا الدعم المعنوي لهؤلاء المثقفين وحاملي هموم الثقافة، وبالتالي حاملي هموم الأمة. وزارة الثقافة في الدول التي تحترم ثقافتها إنما هي وزارة سيادية، لكنها في بلادنا العربية ربما يمكن بعض البلدان العربية تهتم، يعني لديها اهتمام. يعني أنا أعرف أن وزارة الثقافة في العراق على سبيل المثال من الوزارات السيادية، لكن في كثير من الدول العربية يعني وزارات ما المانع أن تكون هامشية، ما المانع من للترضية ما المانع أن تكون هذه الوزارة سيادية عند بعض الدول؟ المشكلة التي الأصل فيها أن تكون التي تترتب عليها إن صارت سيادية بالنسبة للنظام. نعم الأصل فيها أن تكون سيادية. نعم ذلك أن كل الوزارات في الأصل محتوى في وزارة الثقافة. وأنا قلت عندما تحدثنا عن اللغة وأهمية اللغة، إنما نحن نزرع وننتج الزراعة باللغة، وننتج الصناعة باللغة، والاقتصاد بصورة عامة، والسياسة باللغة. كيف يتحدث الوزير أيا كان هذا الوزير، يتحدث مع الشعب، أسلوب الحديث ولغة الخطابة، هذه تعمل على راحة المواطن وتعمل على حب المواطن لوطنه وحب المواطن لانتمائه لوطنه وولائه لهذا الوطن ولهذه الأمة من خلال اللغة. ولذلك يجب أن ينظر إلى وزارات الثقافة في البلاد العربية على أنها وزارات سيادية، لأنها تتحدث عن كل جوانب الحياة. الثقافة تعني الحياة. هل بالضرورة أن يكون المسؤول عن هذه المؤسسات الثقافية أن يكون أديبا حتى ينجح في عمله؟ يجب أن يكون على دراية باللغة والأدب. نعم. لابد من أن يكون على دراية باللغة والأدب، لأن فاقد الشيء لا يعطي، وبالتالي أن يكون ذا مخزون ثقافي، هذه يعني جملة ضرورية ولها أهمية بالغة، بحيث أنه يستطيع أن يتعرف إلى الغث من السمين، وبالتالي أن يشكر ويدعم معنويا وماديا أصحاب الطاقات والمواهب والمثقفين الذين يستحقون الدعم ويحملون هم الأمة ويحملون هموم أوطانهم ويحملون هم الزراعة وهم الصناعة وهم السياسة وهم الثقافة وكل هذه الهموم، وهي كثيرة وعديدة. إذن لابد لمن يتصدر المشهد الثقافي. حضرتك درست وزارة الثقافة لابد من أن يكون حضرتك على درست دراية وقوة الدراسة الأساسية كما قلنا الجغرافيا. هل حاولت أثناء الدرس تدرست الجغرافيا؟ نعم.
هل حاولت أثناء الدرس أن تمزج الشعر بالجغرافيا؟ هو هل انعكست هذه المادة مادة الجغرافيا على التجربة الشعرية لك؟ نعم، ويشهد ربي أنني كنت يعني أمزج بين الجغرافيا واللغة والشعر والقرآن. نعم نعم. كيف؟ وكنت أنظر إلى أن المعارف آتية، إن لم يعرف الطالب أن عمان عاصمة الأردن وبغداد عاصمة العراق في هذا العام سيعرف ذلك في العام القادم. المعارف آتية، وسيعرف الطالب كلما تقدم به السن وكلما تقدم به العقل سيعرف أشياء كثيرة، لكن لابد من وضع الأسس بالدرجة الأولى والقواعد التي ستبنى عليه أو عليها هذه الشخصية في المستقبل، أضع الأسس. نعم. ولذلك وبفضل الله تعالى يعني عدد من الطلبة أحبوا اللغة وتخصصوا باللغة، وقالوا كان السبب في ذلك مدرسنا الأستاذ. هل كنت تلقي أبياتا من الشعر؟ نعم. أثناء الدرس؟ نعم. 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 ووظفت أنا يعني في كثير من القصائد يعني الجغرافية يعني. هل هنا قصيدة ممكن نسمعها حاضرة الآن مثلا؟ ربما هنالك قصيدة تتحدث عن الثورة العربية الكبرى. نعم. وقد ألقيت هذه القصيدة يعني عدة مرات في من خلال شاشة التلفاز الأردني. نعم. وألقيت في تقريبا معظم محافظات المملكة، في العقبة وفي معان وفي الطفيلة وفي الكرك وفي السلط. نعم. في عجلون وفي جرس. نعم يعني نسمع مقطعا منها. يعني هي قصيدة طويلة. نعم. يعني نسمع مقطعا منها. نعم. 200 بيت. نعم. لكن يعني حتى نستثمر الوقت المتبقي. نعم. أنا أسميت القصيدة هذه وعنوانها أرض الرباطي وثورة الأمجاد. بسم الذي فطر الهواشم أنجما، من يعرب كان النبي معلما، من عمق أعماق العروبة قد بدا نور الهداية سامقا ومتمما. هي حكمة الباري تجلت ذاته، نبع الأصالة دافق لن يفطما. ختم الرسالة بالنبي محمد في مكة الحيران زاد تكرما. من نسله أزكى السرائر تنجلي، كالبدر شق ظلامها وتقدم، فبدت سماء عطرت وتناثرت دررا تحاكي في الأثير الأنجما. أنت النبي وفخرنا من يعرب، يا قمة الأخلاق جئت متمما. وقريش نصل في العروبة راسخ، وبني هاشم والفضيلة توأما. هذه العروبة عزها لمحمد جد الهواشم والحسين تنسما. أنعم به شيخا تمكن ملكه، في مكة الأمجاد أضحت بلسما. ملك العروبة يوم عز نظيره، وتجمعت أركانها كي تسلم. وبدا الشريف زئيره متحدر، سيف الجواهر قاطع إذ أبرما. وشريف مكة يوم قاد زمامها، شد العزيمة نحو حق قمم. وحسين قائد ثورة أهدت لنا، وطنا تسامى في الأعالي حوما. وخليفة الإسلام لما أجمعوا، عرفوا الشريف منارة وتعظما. يا ثورة الأمجاد قد صبرت لنا، عمقا ينازل في الفضاء عرمرما. من يومها سمت الكرامة والمنى، وتعالت الأصوات تدعو للسماء. أن طال عمرك هاشميا سيدا، نهض الزئير سباته قد ألجما. لكنه ما ضاره صوت العدا، نحو الأصالة قد مضى متذمما. يروي العروبة بالوفاء وبالرضا، والنفس في طلب الشهادة ترتمى. هو هكذا ملك العروبة مضصبا، مزج الثريا بالعرين وأفحما. هذا الحسين عليه يعلو به، عن كابر شرب المروءة سلما. من نسله أعلى المراتب تقتدى، فلفيصل تاج الجلالة وسما. في جلق والشام تروي قصة من فيضها عم الرخاء والسماء. أما العراق ففيه صولة هاشم،
تحكي لمن جهل الرواية أسهما من قبلها أرض الحجاز منارة للهاشم المغوار بيت أضرما لكنهم ثوار أمتنا فما نحول أنا نظراتهم صوب السماء حتى الملامح تستطيب لناظر تبدو النضارة والرزانة تمما يا سادة الأعراب نبراسا لنا فإرادة الرحمن لن تتثلما مضت السنون وذكرها مثل الندى يروي القفار ونبعه متهمهما ومضى يقود الثائرين إلى المنى فتحيروا لكنه قد ألهما. نكتفي بهذا القدر سيد عدنان معذرة يا طويل القصيدة. نعم يا طويل. بدي أسألك أيضا عن أنت عملت محكما للشعر والقصة. نعم. في الأردن بدي أن أسألك من خلال التجارب التي مرت عليك من تجارب الشعر كيف وجدت حال الشعر؟ يعني حقيقة من خلال المسابقات الثقافية المسابقات الشعرية وفي مجال القصة القصيرة التي كنا نعقدها في مديرية الثقافة وفي ملتقى بسير الثقافي بالذات وفي ملتقى الطفيلة الثقافي وبعض الملتقيات الأخرى يعني كنا نحكم هذه القصائد من جوانب التحكيم المتنوعة فنجد حقيقة يعني القصائد الشعرية القوية مثلما أننا نجد يعني القصة القصيرة الطيبة والمفيدة وفي نفس الوقت يعني هنالك يعني كثير من القصائد التي لا ترقى إلى الشعر يعني لا شكلا أحيانا ولا مضمونا نعم. فلذلك الأمر يعني بين هذه وتلك ويعني هذا حال يعني طبيعي أنك تجد الغث للأسف وتجد السمين الذي تفرح به. هل هناك يعني أمل في أن يعيد أو يستعيد الشعر عافيته وبريقه كما كان؟ نعم أنا هكذا يعني أرى يعني أن هنالك عدد من الشعراء ومن الشباب يعني المهتمين باللغة وبالشعر وأعتقد أن يعني المستقبل إن شاء الله يعني يبشر بالخير لكن المطلوب من ممن يتصدرون المشهد الثقافي يعني أن يمضوا وأن يكون أن يكون صوتهم موجودا في كل المحافل وأن يتحدثوا مع الجميع فيما يتعلق باللغة بالدرجة الأولى وفيما يتعلق بالشعر أن نتحدث مع خطباء المساجد يعني مع كل احترام والتقدير وهنالك يعني خطباء على قدر كبير جدا من القوة لكن لابد من أن يعني نتحدث معهم بطريقة لبقة وبتصحيح بعض الأمور إذ أن ما يصلح قوله في الدرس الديني الأسبوعي لا يصلح قوله على المنبر هنا أنت تتحدث بأريحية وتتحدث ربما يعني تذهب إلى اللهجة العامية لأفهم الناس لكنك عندما تتصدر المنبر لابد من أن تكون اللغة الفصيحة هي سيدة الموقف شكرا شكرا لك في هذا المجال شكرا لك الشاعر العربي لكن أنا يعني بودي بس أن أذكر شيئا يعني خلال ثواني ثواني قليلة في 1989 عندما كان مجلس التعاون العربي للعراق وللأردن ولليمن ولمصر كان هناك احتفال مهيب وكبير في الثقافة العسكرية في مدرسة الثقافة العسكرية مدرسة الحسينية وكانت لي قصيدة في هذا المجال أنا سأذكر منها فقط أربعة أبيات تتحدث عن كل دولة من هذه الدول نسمعها وتوظيف الجغرافيا في هذا المجال أيضا أذكر من ضمن القصيدة قلت نعم اللقاء رباعي يباركه أبناء موطننا باق ومغترب هذا العراق عريق في أصالته فالقادسية ترويها لنا الحقب أرض الكنانة أصل العلم أزهرها أم الحضارة لا شك ولا ريب طيب السعادة في صنعاء تلقاه أرض الخصوبة حتى صيفها رطب أما الكرامة فالأردن منبتها فالثورة الكبرى تاريخها عذب شكرا شكرا لك الشاعر العربي من الأردن
عدنان السعودي على هذا الحوار. شكرا لك. شكرا جزيلا. شكرا لكم وشكرا لقناة الرافدين الفضائية وللشاعر المبدع والإعلامي الكبير العربي الأستاذ محمد نصيف. شكرا لك. شكرا جزيلا. أعزائي المشاهدين أشكر لكم حسن المتابعة وأدعوكم التواصل مع باقي فقرات البرنامج. شكرا لكم. في ختام هذه الحلقة أشكر لكم حسن المتابعة وأدعوكم التواصل معنا عبر حلقاتنا القادمة من برنامج فضاءات حتى ألتقيكم في حلقة أخرى. أستودعكم الله والسلام عليكم.